مواطن زاد ما عنديش الحق نحي لي خطية ب 99% في ساعة بأسلوبه الخاص في مع حاتم. هذه كلمة تونسية أنا معناها تعجبني برشا, هي التزأبق. هم قاعدين يتزأبقون وهكم تراو معناها عاصمة التزأبق في العالم هي موجودة في مجلس النواب باردو. EFM أحلى راديو. في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, مرحبا بكم في 90 دقيقة, نص نهار وخمسة دقائق مواصلين مع بعضنا حتى الماضي ساعة ونص. وضيفتنا اليوم يمينة الزغلامي النائبة عن حركة النهضة. توت سويت نبداو بالاكتواليتي. في فرحان متغشش كالعادة مع خليل سوفيان وشيكيب اليوم معنا, وبعد نستقبل أحلام العبدلي في الزابينج نسمو آخر التصريحات السياسية اللي جات ما بين البارح واليوم. مرحبا بكم الكل. البداية مباشرة باش تكون معاك يا شكيب, انت متغشش. ايه معنا بطلب من الجمهور انا متغشش. اي طبعا الجمهور عاوز كده. لا الجمهور مش عاوز تطبيع. قصة التطبيع, ثم اللي يقول لك لا نحن مطمئنين ومتهنين ولا يهمكم, التطبيع بعيد علينا كل البعد, بعد السماوات على الأرض. رئيس الجمهورية هنانا طمنا, حطوا روسكم على المخدة وناموا, ما ثمش تطبيع. قال لنا رأى التطبيع خيانة وخيانة كبرى, وقالها بصوت عالي. ولكن ثم حديث قاعد يوصلنا من صحف أمريكانية عندها وزن وعندها ثقلها وعندها مصداقيتها وعندها مصادرها وتويواتها كيما نيويورك تايمز, قول راهو تونس على قائمة الدول, قائمة انتظار التطبيع مع الكيان المحتل الصهيوني. كيفاش شنعملوا توا؟ الموضوع يفترض في حاجة الإضاءات والتدقيقات وإضاحات. علاش تقول لي يفترض أنه تسمع للرئيس قيس سعيد وما تعطيش وذنك وعينك للنيويورك تايمز؟ أنا أقول لك لا, فما برشا إشارات تخليني متشكك وتخليني, وعلى حقي ما برشا توانسة أنه نطلبوا التدقيق والتوضيح في الموضوع هذا. علاش متشكك يا سيدي؟ أقول لك علاش, لأني أنا كنجي زاد الراء من جهة أنه رئيس الجمهورية يسمي مندوب تونس في الأمم المتحدة ويشغل كرسي في مجلس الأمن اللي هو السيد طارق الأدب, نلقاه الرجل الثاني في تل أبيب في مكتب الاتصال وكان عنده اسم وكلمة وتدخلات في ندوات كانوا حاضرين فيها الصهاينة, لهنا نقول يمشيش يكون هذا مسرب وثنية التطبيع يبدأ متخفي ومن بعد يخرج للعلن. كنجي زادة من جهة أخرى نلقى سكات رئيس الجمهورية في موضوع التطبيع الخليجي وصفقة القرن, من قالت حتى كلمة. وفي موضوع اللي صاير في المغرب, واللي صاير في المغرب كبير مش مغربي ومش مغاربي زادة, لأنه ممكن غدوة يولي التصعيد وتسخن المنطقة ويولي سباق تسلح, وخاصة أنه يولي محور إمارات سعودية الكيان الصهيوني والمغرب ضد ممكن استهداف الجزائر, ونحن لا نرضى للجزائر تم استهدافها. ويجينا رجل الهويات المتشنجة والضوضاء ومن عرشنا وعربدة الضوضاء اللي هو ونيس, يقول لنا والله المغرب عندها ألف حق كما طبعت ورا من جرة ومن تحت راس الجزائريين يصير هذاك. نشوف قبل قيس سعيد كيفاش البشتوبجي حاضر في جزء من صفقة القرن في فارسوفيا, الاجتماع الشهير والصورة الشهيرة, وقت نتنياهو في قلب الصورة هذية والبشتوبجي كان حاضرا. هذا زاد يخليني نحط يدي على قلبي. كنت شوف زاد الجناوي وقت قال في موضوع المنامة, كنت تذكروا لقاء المنامة اللي هي الاقتصاد مقابل تطبيع, قال مش قرروا عنا مشكلة والفلسطينيين ما ساعدهمش ولن نمضي أي قرار مدام فلسطين مش حد. لا قال لم نستدعى فنحن ما مشيناش. كتشوف الجو والمناخ. لا شكيب استنى, انت توا قاعد تحب تقولنا, سمحني, انت توا قاعد تحب تقولنا انه القراءة المتوفرة عندك تدل انه يمكن الحديث متاع نيويورك تايمز الاشارة, مع العلم انه الاختيك اللي وقع تداوله برشا حتى في وسائل الاعلام العربية يقول انه مش يقول راي تونس مستعدة ولا تونس عبرت عن رغبتها, يقول انه تونس ديزينيه
تونس من الدول التي يمكن أنها حسب القراءة متاع الأمريكان اللي قالوا لنيويورك تايمز يمكن أنها تكون من الدول المقبلة. هذا يمكن أن يكون قراءة من عندهم على أساس قربنا إحنا مثلا من المغرب، يمكن أنه فما اعتبارات أخرى، ولكن علاش تقول أنك مصدقها ياسر الحكاية؟ أنا ما كنتش مصدقها، أنا قلت متخوف وأعطيتك مجموعة مؤشرات يخليني على حق كي نطلب تدقيق، يخليني على حق كيفاش تدقيق هذا تحبوا كيفاش تحبوا الخارجية كيما الخارجية بلغ. في الموضوع المغربي كيما الخارجية بلغ تكذيب تاع نيويورك تايمز بلغ نأكدوا فيه على موقف رئيس الجمهورية أن التطبيع خيانة عظمى. شوف أنا أقول لك كيفاش. كيما الخارجية وقت استدعت السفير الجزائري باش تطمنوا على موضوع عن أحمد ونيس ما يلزم كنروحوا، أنا تقديري لن تعدم خارجيتنا حلا وطريقة ذكية في أنه توصلنا أنه لازالت على العهد وأنه التطبيع خيانة عظمى. بالمناسبة أنه أطلب زادة بالبرلمان، لأنه معني أنه قانون تجريم التطبيع هذا معني مشيش أخذ بيك تقول هاو نذخركم نعطيكم شيك على بياض مادام أنتم باركين وعلى ركيبكم الدولة وتعيشوا عام ببراك، هاو شيك على بياض يعبيكم الموارد مقابل أنه التطبيع. نعم ما تنساش فما مجموعة فنانين واقفين مع السي الشعري اللي هو غنى مع فنان صهيوني واسرائيلي ولم نرى ردة فعل لا رسمية ولا غير رسمية في الموضوع. فنان يمني هذا يخليني ايدي على قلبي ويخليني على حق شكيب في ان نطلب تدقيقات وتوضيحات واضاءات يحكي معاه يا خليل زيد معك انا كخليل معك واترك عملية الاخراج لذكاء الرسميين في البلاد. والله شكيب متغشش طلعت كتحير معنى كشكش تحول الأخر. لا في الموضوع هذايا لا حسيتك بالحق متقلق في الموضوع التطبيع أنا للصراحة نعتبرها جريمة القرن وما بعد القرن. فلسطين خط أحمر وفلسطين ذيك البوصلة متاعنا وذيك عينينا، ردوا بينا نلعبوا في الموضوع هذا، ردوا بينا نلعبوا. ذاك علاش يلزم احتياطات دي جارد فو، يلزم ضمانات، خطوط حمر كانت تشريعية سياسية وغيره. وأنا تقديري اليوم في حاجة أنه عنا قانون بشي جرم التطبيع، خاصة نبدأ بالفنانين ردوا بينا فما تطبيع فني ناعم ممكن هذا مقدمة ومدخل التطبيع ما أكبر، ردوا بينا في الموضوع هذا. سفيان شو رأيك؟ معناها أنا الساعة بلا يقول حاجة بركة لو تسمح سفيان قصيت عليك فضل. أنا زادة مقلقني قل لك الإماراتيين كيش يتحكموا أحيانا في القرار السياسي أقول لك في كلمتين كيما مثلا في ليبيا من الطرق الذكية الشيطانية متاع التحكم الإمارات مثلا أنهم يستقبلوا رجال أعمال ليبيين ويستقبلوا أموالهم وأرصدتهم ويحلوا لهم حسابات ويفتحوا لهم ثنايا في الاستثمار في تبييض أموالهم ومن بعد من خلالهم يتحكموا في الشأن الداخلي. عندي أسماء وزاد هذا صح على السياسيين في تونس يوفروا لهم عقود تاع كونسلتينغ مع شركات إماراتية كبيرة ومن خلالها يتحكموا في القرار السيادي في تونس. فما ناس عندهم أبنائهم مقيمين في الإمارات، وزير خارجية عنده بنته مقيمة في الإمارات يتردد على الإمارات مدللينها في الإمارات، أخشى نخاف خدش راهو يقينيات ولا إدانات ولا نخاف لمن خلال المواضيع هذه الإماراتيين يتحكمون في القرار السيادي التونسي في علاقة بالتطبيع انا حبيت نقول لك الامارات هي اللي تسربي في التطبيع التونسي يسر تخرجنا مرات هكا بهلل يا شكيب راو والله ليه تخرجنا مرات هكا للسياسيين والطبقه السياسيه وتونس وكل كلي معناها احنا دي ماريونيت والامارات تحكم فينا واسرائيل تقول الامارات برا عدي القرار نتاعك اترافيغ القرار السيادي التونسي. الامارات هي القاطره هي راس التطبيع في الموضوع هذا وفي صفقه القرن هي اللي تحل وتربط. حبيت نقول لك ذكائهم وتحكمهم راه عنده ألف باب وباب ردوا بينا ونسكروا كل البيبان. شكرا شكي باي سفيان وبعد خليل ونمر الامارات هذه في كلمه تكلم بالقوي سفيان في كلمه ونص. الامارات هي صالح وما تنجم تكون كان صالح دونك لا تنجم لا تكون لا قاطره لا حتى شيء سايب علينا منها والقرار اللي يتخذ ايار وغير مربوطه لا بالامارات لا غيرها. تعرف اول بلاد حلت السفاره في القنصليه في مدينه العيون الصحراء الغربيه شكون الامارات خلي كمل فكرته شكيب يلا سفيان انا نعتبر انه الساعه هات في تحديد المصطلحات. راو كي نحكيو التطبيع العلاقات مع إسرائيل تقولش علينا نحبوا نحكيوا على أنه رجعوا العلاقات طبيعية
اور ماناش نحكيو توا الوضعيه الطبيعيه اللي احنا نحكيو عليه هو ربط علاقات مع اسرائيل علاقات رسميه مع اسرائيل. التطبيع هو الوضعيه الحاليه، هي الوضعيه الطبيعيه الحاليه اللي عندنا حد بلاد خارجه على المنظومه الدوليه، بلاد مرقة على القانون الدولي، هي عدوتنا لانها خرجت ما تحترمش القانون الدولي، لانها تعديت على حق الشعب الفلسطيني مش على خاطره عربي ليه على خاطر الشعب عنده الحق في تقرير المصير وفي ارضه وفي ارضه ال معناها دونك هذا كلمه تطبيع يلزمنا نتعاملوا معها بطريقه جديه، ما نرميوهاش كيما يجي. هذه الحاجة النقطة الثانية اللي هي ذكرت على ما يبدو في التحاليل اللي صارت بعد نيويورك تايمز أنه تونس ديزيني أنها تكون من الدول المقبلة اللي باش تعمل علاقات رسمية مع إسرائيل، وطبعا هنا باش ندخل في الجدل بتاع إسرائيل من الصهيونية والصهيونية احنا بضدها، من عام 90 هي دولة الاحتلال، أي عندها 30 سنة توا، وتونس بيريوديكمون دوريا يتجبد اسمها على اساس هي من اكثر الدول العربيه اللي ممكن تعمل علاقات مع اسرائيل، وهذا من 30 سنه يتقال ومن 30 سنه ما صارش. اي والصعوبات الاقتصاديه اللي هما قاعدين يتعلوا بها توا في الناس هذيا اللي تحب تدفعنا نحو الاعتراف بدوله الاحتلال. الصعوبات الاقتصاديه اللي يتعلوا بها، عشنا في 84 85 صعوبات اكثر منها، راني نقول لك انه الصعوبات اللي عشناها في 84 و 85 اصعب برشا من الصعوبات الحاليه، هذا اللي يقولوه الخبراء، ومع ذلك ما اثرش على موقفنا وعلى علاقاتنا لا مع فلسطين ولا مع إسرائيل. اليوم تقول لي شنو هو المشكل؟ المشكل أنه البيرسونيل بوليتيك تبدل، معناها الجباري بوليتيك ضعاف في البلاد، لكن اللي قروا في السياسة الخارجية وأساسا رئيس الجمهورية اليوم أعطانا موقف مبدئي وما عطاش موقف مضاد ليه رسمي. أيوة. صحيح هذا ما عطاش موقف، ولهذا ما عندي حتى سبب ما يفيد ان تونس دخلت انه تونس ممكن تعمل علاقات مع اسرائيل. فاصل ونرجع لك، خليل نسمع رايك في الموضوع. نهج التريبيونال، قضية اليوم اللي باش تسمعوها في نهج التريبيونال فاقت حدود الخيال. جريمة بشعة في ليبيا، ذبح طليقته وقطعها ثم رماها للكلاب. ان شاء الله ربي يسامح، ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يسامح. اكثر تفاصيل تسمعوها اليوم في برنامج نهج التريبيونال مع ماضي ساعتين على اي اف ام احلى راديو. تحكي بروحك جيمر وما تفلت حتى هيد شوت، تحب تولي واحد من الملاعبية المعروفين في الجو فري فاير، اتصالات تونس تحقق لك احلامك وتنظم اول شامبيونا فري فاير في تونس من 28 ل 31 ديسمبر. باش تشارك في الشامبيونا كومبوزي غراتويتمون ايطوال 505 10، يجيك اس ام اس فيه لا بلاتفورم دو جو او ماي جيم باي تي تي، تدخل وتقيد روحك مليون. مالا كان ما عندكش ليني تي تي، بدل وحضر روحك للشامبيونا باش تربح برشا كاش قيمته توصل حتى ل 25 مليون. اتصالات تونس. كيف المرة الثانية تفرح فرحتك تكون أقوى، كيف المرة الثانية تربح تعرف اللي ما نجحتش بالزهر نجحت بالفعل ومش بالكلام. نعم بالفعل ومش بالكلام، وللمرة الثانية أسيغونس دون تكافل الأفضل لخدمة الحرفاء لسنة 2021. ثقتكم فينا هي سر نجاحنا ووقفتنا معكم ديما صحيحة. أسيغونس دون تكافل إلو سيرفيس كليون دو لاني 2021. في راس العام تي تي تربحكم 10 ملايين كاش من 22 حتى 31 ديسمبر، اكتيفي فورفي انترنت، ادخل في القرعه واربح برشا فلوس، وحظوظك في الربح تزيد تكبر بالابليكاسيون ماي تي تي. وكانك ماكش تي تي فاش تستنى؟ بدل الانترنت التونسي واربح الملايين. اتصالات تونس. نحن في بوش نعرفوا اللي غرامك بالكوجينه يستحق احسن الادوات،
روبو باش تعمل لبن جاتو، ولا ميكسور باش تحضر شربتك اللي تحبها بسهولة. بوش تقدم لك أرقى الأجهزة المنزلية لكوجينتك وتعطيك نتائج مثالية بكل راحة. مع بوش في قلب كوجينتك تلقى كل وقتك باش تعديه مع العزيز عليك. بوش دي تكنولوجي بور لا في. أحلى ضحكة أوا بلانت تونسيا United States of America. Who wins the great here now, the soil, Dr. Tethys and her wares? The winning soul of the world, no, a tight. You're waiting inside the two and staying in the pool. Again, Hannah was soul. And getting signed the second now, they say the world adapts. And you now saw the way drinks. And you now what I said, all lights is anywhere, the cannons and there is the wares. تسعين دقيقة من اثنين للجمعة مع خلود مبروك على EFM أحلى راديو. يعني رجعنا لكم نحكيه على موضوع التطبيع، جدل كبير على التطبيع مع دولة الاحتلال. نيويورك تايمز كتبت في مقال ذكرت تونس على أساس أنها من الدول اللي تراها أنها يمكن أن تكون على القائمة متاع الدول التي اللي بعد. سمحني رو في المقال ذاك تونس إشارة، هي وصلت طبعاً إشارة بسيطة جداً اللي ما ترتقيش الى تحليل واستراتيجيا كيفاش قيس سعيد يمشي يعزي بالله. في وفاة سلطان قابوس اللي هو استقبل نتنياهو، خلينا نتفق، اعطيني سفيان رايك فيه، خوف هذا ولا لا 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 ما يخوف. نتفقوا في الحكايه اللي خرجته نيويورك تايمز، نعرفوه ماهوش جديد. فما باكيج نتاع الدول العربيه في اطار صفقه القرن باش تبدا بتطبيع العلاقات وصولا الى منع حق العودة وإلى آخره، وتكوين ما يسمى بالدولة المنزوعة السلاح أو الحكم الذاتي الفلسطيني، يعني تعرية الأوراق القضية من كل أوراقها. هذا مش جديد، ما زال ثم ثلاثة صعوبات عند الأمريكان اللي هم يخدموا في هذه، وما ثلاثة بلدان معناها محور طهران ودمشق ولبنان. علاش؟ لأنهم في محور آخر ما يسمى بمحور المنع، الباقي الكل مشمولين. والسعودية للجمعتين التوالي يحاولوا، وثم عائق ما زال موجود قدامهم وما نجموش يعلنوا على خاطر الملك سلمان مازال متردد في الموضوع هذا. ولكن المخاوف اللي عبر عليها شكيب حقيقية. اليوم ما ضير السلطة التونسية وهي عندها الجزائر هنا اللي شادة في الموقف ولحد الآن مانع أي علاقة بإسرائيل، أن يتوضح يا أخي احنا مشمولين واحنا أمورنا مش واضحة، احنا ما عندناش ما يفيد أن رئيس الجمهورية تراجع على موقفه، وأيضا ما عندناش ما يفيد أن الدولة التونسية استبقت الموضوع واخذت موقف، خاصة بعد اللي صار في المغرب. احنا عندنا تونس أرجمون باش نعملوا بلاغ من تو نذكروا بأن الدولة عندها مشاكل مع إسرائيل، وصلت المجلس الأمن الدولي، عندنا زوز قرارات، عندنا قرار رقم 573 لعام 85 يدين مجلس الأمن للعدوى الإسرائيلي على تونس حمام الشط، وعندنا قرار آخر اسمه 611 لسنة 88 يدين فيه مجلس الأمن العدوان على تونس الذي أدى إلى اغتيال أبو جهاد خليل الوزير. يعني عندنا ما يكفي، وعندنا ما يكفي أخلاقيا من الشهداء من عام 48 لليوم اللي سقطوا دفاعا عن الحق الفلسطيني، باش تونس اليوم تقول شنو هو موقفي من الموضوع هذا. الموضوع جاينا راه، والموضوع باش يتطرح ما حضرنا له حتى سند قانوني باش نجموا نواجهوا به. ألور يلزم السلطات نتاعنا تنتبه جيدا، وهو موضوع خطير برشا، وهو موضوع يمس السيادة التونسية. واضح جدا خليل، شكرا لكم الكل. نمر مباشرة مع سفيان، وسفيان نرجع لنا فرحان. أنا فرحان لأني اخترت. احنا عندنا كل مبررات باش أني نقول لك راني متغشش ودرا شنو نجبت اللي ميت باش نقول لك بلاي شنو يفرحك انت شنو لقيت ما يفرح. لا، لأنه هذه هي، أنه في البلاد هذه بالرغم من الوضعية الصعيبة ديما فما رغبة كبيرة ياسر أنه بلاد تواصل تعيش تحب تعيش. البارح زوزار عباو شبكات التواصل الاجتماعي، التصويرة الأولى هي الخيمة متاع التحاليل السريعة اللي تعملت في شارع الحبيب بورقيبة، وشفنا صف طويل متوانسة، الصف قعد في بعض الحالات ثلاثة ساعات باش توانسة تعرف روحها. فما شكون اللي تمان على روحه، فما شكون اللي اكتشف
أنه هو مصاب بالفيروس بس يأخذ احتياطاته ويدخل في الحجر الذاتي ويأخذ دوايات. المهم أنه الكلهم الكلهم كانوا شادين الصف، وكانت تصويرة حلوة برشا، تصويرة بلاد بإمكانياتها الضعيفة القليلة قررت تتصدى وتقاوم وتعيش. توا وقت صلاة الظهر في مدينة تونس. تفضل صوفيا. وتعيش معناها إذا نشوفوا أنه التوانسة اليوم ما يمشيوش يعملوا تحاليل راو على خطر ما عندهمش إمكانيات. إذا تشوفهم في الكيران معبين وكلها راو ما هوش منهم، راهم هما لأنهم ما عندهمش طريقة أخرى باش أنهم يخلطوا لديارهم ولخدمهم. أما التوانسة في الأصل يحبوا السلامة ليهم ولغيرهم، يحبوا يعيشوا، يحبوا يتفرهدوا، يحبوا يضحكوا. والبلاد هذه مزيانة برشا. تصويرة ثانية هي تصويرة بنية شابة تونسية كوريغراف اسمها نسرين بن عربية، تشطح في ببحر بجنب الخاصة مع بياع ورد. كنا نشوفوا فيها دا يخفى تصور تصويرة حلوة ياسر، تصويرة تعبر على كل ما هو حلو وشباب في بلادنا المزيانة. علاش اخترت زوز تصور هذم؟ لأنه ما زوز تصور يخليونا أنه في نهار كما البارح اللي تفنى بيه واحد في القصرين وثلاثة في تونس، في ظروف كمان هذه راو هناك فسحة من الأمل، والبلاد باهية وتحب تكون باهية، وبش نعاركو بش نعاركو وبش ننجحو. خليل منبهر بال منبهر وحلو ياسر على خاطر بالحق معناتها احنا في حاجه. يعطيك صحه سفيان، ميرسي هكا رجعت لنا شويه التوعية المواطنية باش ترجع لنا الامل. انا ذكرني سفيان في ثلاثيه البحر حنا مينا قال جمله تقعد تاريخ، في قلب المحنه يشرق امل الخلاص. ديما الانسان حتى في العواصف العاتيه في الهم في المزيره يزمو ديما إرادة الحياة تنتصر داخله. وحلوة ياسر أنه التوانسة حبهم للحياة ينتصر. أفضل أنا أني كنت نجم نعمل تصويرة ثالثة، هي تصويرة المشيشي في البارح في تأبين الحرس الثلاثة، لكن ما حبيتش لأنه سبب بسيط. وإن كانت هي رأي إيجابية جدا تصويرة، لأنه إن البسيار متاعه نيجاتيف ورجع يخدم والحمد لله عليه، والبلاد عاودة والحكومة دونك عاودت واحد. أما حبيتش على خاطر هو مسؤول يخدم على روحه ما هوش، وعلى خاطر ما نحبش يقولوا يهزلوا في القفة، لأني أنا مانيش ناوي نهزلوا القفة أصلا. واضح صفيان. واضح جدا، مهم برشا على خاطر نستخدم ما حسينا روحنا عبد كي بش يفرح ولا بش يقول يا حاجة مزينة يحشم نحشموا بها يحشم بيانسور هذي اليوم فرحانة ما بالسرقة ما نحبش نوري، مزمني نوري أكثر اللي أنا مهموم أكثر من أكثر. أنت شاكيب تقولي راسي يوجع، أنا نقولك بدني الكل يوجع. فهمت المزايدة في الهم للأسف راهو مش غلطتنا، على خاطر الوضع الكل اقتضى نوعا ما انه نمشيو فيها الحكايه هذيا. دونك ميرسي سفيان. لا وعمل الصراحه عمل مقاومه هذا وعمل مناضله، ذوما مناضلين حقيقيين في انه اليوم في هالسواد والعتمه والحزن على اليمين وعلى اليسار واللي احاط بالبلاد هذيا تشوف ناس تحب تصنع هكا برشا ضو وفرحه وتحبب الناس في بلادنا وفما شيء معناه يخلينا نحبوا هالبلاد هذيا. بصراحه شابولي، انا تمنيت لو كانت ما نعرفش خذينا بتليفون، تمنيت لو حكينا معاه، لانه المراه هذه ولا السيده هذه صراحه تسلموا عليها برشا، هي الكوريغراف الكل. نمشيو مباشره مع خليل ترخم متغشش بعد الفرحه نتاع سفيان. طبيعي جدا نتغشش يا فرحه ما تمت تسمع. لا شوف على شنو متغش كي تبدا تستنى في شيء دائما، مره تستناه المره الاولى يقول لك حد شيء، مره ثانيه يقول لك حد شيء، تولي ماش تستنى. شكون اليوم نحكي على خطاب السيد رئيس الجمهورية في المجلس الأعلى للجيوش. وما نحبش نطول برشا ونقول أو نسمي الخطاب فهمنا كل شيء وما فهمنا حتى شيء. أو الغموض سيد الموقف. سيد الرئيس مع احترامنا
إلى مقامه الكبير، يبدو أنه أحيانا لازم نجيبه مختص في اللسانيات وفي تحليل تقنيات الخطاب باش نفهم. باش نقرأ لك فقرة. أيوة. هذا قال السيد الرئيس: إن الجيش التونسي الوطني وقواتنا المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الإرباك خارق العادة، فضلا عن المحاولات الإرهابية اليائسة. فهمنا اللي ثم راعي تذبح. سقط ضحايا من قواتنا الأمنية اليوم، سقطوا وهم يؤدون الواجب متجهين إلى موكب رسمي، ولكن لن ننساهم أبدا. وجود الضحايا الأمنيين في الفقرة بدون الإشارة إلى حادث مرور، شنو يجم يقول لأي واحد؟ إذا كان تقول أنتم سقطوا في ساحة شرف، نعرفوها ساحة شرف، خدمة حادث مرور. إذا مش حادث مرور شنو؟ ما ينجم واحد يجي أول يقول لك منطقة الشرايع اللي تعدوا منها راي منطقة نشاط إرهابي. ينجم واحد يقول بلكش سما حاجة مدبرة لوزير الداخلية، بلكش حاجة مدبرة، بلكش عملية وقت الرئيس. ما يعطيناش الصحيح، ما يستمناش حتى الأبحاث تكمل. شنو يخلينا شوف مانيت أن يكون دقيق حول توصيف كل معناها الوفاة متاع الأمنين. ولكن حاجة أخرى، الرئيس قال لنا التاريخ سيثبت من هو الوطني ومن هو الخائن، وأكد على وجود خونة. يا خويا سيد الرئيس، ماذا بينا قبل ما يثبت التاريخ؟ خم ثبتوا احنا قبل وبعد التاريخ يثبت في عقله. وانا نحب نعرفوا ملامح الخونة، أصلهم فصلهم مشكون، إنس جان، ما فهمنا حتى شيء. وقت تجي تقول لي ثم خونة متاع وطن وانت رئيس جمهورية، معناها يزمك تحددهم وإلا ما تقولش عليهم بالكل. سيد الرئيس احكينا على إفلاس وهو يترأس الدولة التونسية، الخيارات الاقتصادية والاجتماعية. تذكرت اللي السيد الرئيس جاب لنا زوز حكومات طلعوا زوز ملفات، واحدة تضارب مصالح واحدة نفايات طليانية. جابهم سيد رئيس الجمهورية لأنه كلفهم سيد رئيس الجمهورية. شو نقول في الأخر؟ نقول ثم حاجتين: ثم رجل السياسة اللي يمارس السياسة في الفضاء العام وما هوش رجل الدولة، عنده حق يعمل رسائل، عنده حق يكتب على مناورات، عنده حق يقول برشا كلام مش مفهوم. أما رئيس جمهورية رئيس دولة يلزم كي نستناوه يتكلم يقول على قرارات. السيد الرئيس قال لنا الشعب يعرف كل ما يحصل. سيد الرئيس أنا من الشعب قسما بالله العدل نعرف حد شيء. والله صادق ما غير ما تحلف خليل. سفيان لا مصدق قال لك ما تعرف حد شيء. صدقينك ما فهمت شيء. أعذر معناها رئيس الجمهورية عنده نقص كبير في الوضوح في وقت اللي يحكي مع التوانسة، ويعطي في إشارات إذا ما هيش مفهومة عند الإعلام، وما هيش مفهومة عند الأحزاب السياسية، وما هيش مفهومة عند الشعب. إيه ملا لشكون الإشارات هذه؟ الأولاد بسم الله. لا نوزافون بزوان أنه رئيس الجمهورية يكلم التوانسة بلغتهم، يوضح لهم، وإلا ما يتكلمش حتى لين ياخذ القرار. معناها لأنه ينجم ما يعملش تصريحات وياخذ قرارات، لكن في كل حالات يلزم تصريحه يكون مربوط بإجراء. وهذه قوة رئيس الجمهورية. واضح سوفيان. شكيب أنت فهمت شنو اللي قال رئيس الجمهورية، ولا تعتبر أنه كلامه فضفاض وقابل للتأويل؟ لا شوف، هو حمله أوجه، حرتك حملوا أوجه. حملوا أوجه. أنا مش نفاجئك شوية ما نخلو، يعني شاهي نهار نقول للرئيس قيس سعيد سيد الرئيس ما حلاها ضحكتك بالحق، شاهي نهار الرئيس في الخطاب متاعه نلقاه حبة ضمار، حبة ضحك، نكتة، مش نقول سيد الرئيس ما خفها روحك والله الرئيس نكاجي. ولكن يبدو أن الرئيس عنده بالحق تصور خاص للحكم، اللي هو تصور سلفي، يعتبر أنه الحكم مشقة وأشعث أغبر وذبح بغير سكين وخزي وندامة، القصة اللي فيها برشا نكد. ذيك علاش قلت علاش سيد الرئيس ديما راك حزين، علاش ما راكش نهار سعيد فرحان تنشر الطاقة الإيجابية؟ كم كنت أود أنه الأباء الدستور التونسي دستروا حاجة اسمها السعادة. تعرف في وثيقة الاستقلال أمريكا لوبوناغ ذكرت مرتين، كنت أتمنى أنه في خطاباته مرة ينشر السعادة الأمل اللي كنا شفناه، البنية اللي برقصتها بنوارها بلوانها فرحتنا الناس كل. قديش كنت نتمنى أنه الرئيس يعبينا فرح، قالنا ما تخافوش، ولكن ما تخافوش بتاع قيس سعيد حزينة، مش ما تخافوش بتاع جون بول دو
وقت قال نيي با بور نشر طاقه ايجابيه فتحوا تخافوش قادم افضل. كم كنت تود أن رئيس الجمهورية ينشر السعادة في الخطابات متاعه ويقول لنا ما تخافوش بشي ومتهنين. حاشتنا بحبة أمل بحبة طاقة إيجابية. يفضلك سيد الرئيس. شكيب درويش يقول للرئيس الجمهورية اليوم ضحكتك مزيانة ما تحرمنيش منها. تحبوا يضحك معناه لا الحب لا حد اكتشف ما اكتشفش هكا هكا كنا نشوف في تصويره وقاعد يبتسم قليلا حاجة قليلة حاجة هذه على ريحة الريحة هكا ولا على ريحة الريحة هكا شبيك عليها الرئيس قيس سعيد إنسان لا الحب ابتسام تحب بيشوش فدليك جي طو رئيس الجمهورية طو ربي رئيس الجمهورية طو المطلوب منه باش يكون هكا شهلول او هكا شكيب ضمار باهرة والعكس ضمار يفتح لك ثنايا للقلوب ما يحكي على مشروعية القلوب انك تسكن في قلوب الناس اذا ما حب ضمار اوكرانيا انو موغيست ولا رئيس اوكرانيا بضحكته بكذا اما خاقول لك حاجة تعرف النبي شي يقول لك تبسمك في وجه اخيك صدق وانا اقول رئيس قيس عيد لانه رئيس قرآني وياسر يحكي على احاديث وكذا زاد سيد الرئيس تبسمك في وجه شعبك صدق. شكرا لكم. توت سويت احلام العبدلي لو زابينغ نرجو مع اخر التصريحات.